حفظكم الله. ترون طريقة التواصل، حفظكم الله، ترون طريقة التواصل بين العلماء وولاة الأمر، فما رأيكم في التواصل مباشرة مع ولاة الأمر، وخاصة في الأزمنة، خاصة في أيام التي تتعلق فيما مرت به البلاد من فتن من أولها إلى آخرها؟ العلماء لهم تواصل مباشر مع ولاة الأمر، ولهم أيضا نصيحة مباشرة لولاة الأمر، ولكن أحيانا لا تظهر أمام العامة وأمام الناس، فما رأيكم في هذه الطريقة حفظكم الله؟ هو كما ذكرت، التواصل مع ولاة الأمر فيما يهم المسلمين هذا أمر واجب، ولكن ما نظهر هذا الشيء، نقول تواصلنا وقلنا ما نظهر هذا الشيء. نعم، هذه أسرار. نعم، حفظكم الله.